خليل. لازم نعمل فحص الدي ان ايه. حاضر، اللي بدك اياه بعمله. اعطيتهم عينه والباقي عليك انت. ماشي. حبيت امك من قلبي خليل. سيما كانت حبي الوحيد، وما حبيت حدا بالدنيا قد ما حبيتها. لما شفتها كانت طالبة عايشة بالمدينة الجامعية. كنت متخرجة جديد فقير وعم دور على شغل. مرة رحت لعند رفقاتي وكانت امك عندهم وشفتها لأول مرة. كانت قاعدة لحالها عم تدرس على الطاولة. حلوة كتير. قربت لعندها وعرفتها على حالي، بس هي ما عطتني وش ابنه. كانت قد حالها. بس أنا ما تركتها، ضليت وراها لحبتني وأقنعتها بأنه تترك المدينة الجامعية. عشنا مع بعض أيام صعبة بغرفة صغيرة وبدون مصاري. خبت كل شي عن أهلها، ما قالت لهم إني حابة واحد فقير منتوف ماله حدا. الحق معه، كنا نخاف من بكرة. كنت شوف دايما الحزن بعيونها، وكرمالها تعريت وصرت اشتغل أي شغلة وبأي تمن. صرت آكل الأخضر واليابس، وبعدها صار عندها خوف مني ومن جشعي وبلشت المشاكل. وبيوم رجعت على البيت وما لقيتها، لقيت الخزن فاضي ضابة كل أغراضها، مو تارك شي أبدا. عرفت إنه تركت الجامعة وتركتني ورجعت على البوسنة. تركت كل شي عملته ولحقت لهنيك. دورت وسألت ما لقيتها. مرت سنين وأيام، لقيتها قدامي فجأة وبإيدها ولد حلو كتير. من وقت ما تركتنا ودخلت على حياتنا. مزبوط. بعد ما لقيت سيما ما كان ممكن أقبل تروح مني مرة تانية. بالخبرة اللي اكتسبتها بلشت ضبط حالي شوي شوي، وهيك قدرت أتعرف على أمير. شاركته لأقدر ضل قريب من أمك، بس هي كانت مخلصة لجوزها. سيما إلي بالأساس، ما له حق أمير ياخذها مني لو شو ما صار. بس أمير كان هو القوي، وكان لازم أقوى وصير مثل حكايته تمام لأقدر أكسب سيما من جديد. كنت مستعد أعمل أي شي بالدنيا. تعرف أنا قويت باللي سرقته مني. أمير هو اللي سرق مني كل شيء يا خليل. سرق سيما، سرقك أنت كمان، حرمني من ابني. خليل 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 خليل.